حضراتكم كل اسبوع هيكون معانا نجم على الطريق، دايما قطاع الناشئين ولاد بالمواهب، منجم الذهب في النادي الاهلي عمره ما بينتهي. النهارده معانا نجم على الطريق هو يوسف عثمان، بيلعب خط وسط مدافع، بيلعب مساك، بيلعب ظهير ايسر، بيلعب في كذا مركز ما شاء الله. وهو مواليد 2001 ومن اللعيبه اللي انضمت في الفتره الاخيره مع الكابتن ربيع ياسين لمنتخب الشباب. هنشوف تقرير دلوقتي عن يوسف عثمان، وهستقبل ضيفي وضيفكم نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب. اسمي يوسف عثمان، انا تاني كابتن فريق. انا من عندي 11، عندي 6 سنين وانا في النادي الاهلي، بقى لي 11 سنه الحمد لله اتربيت في النادي الاهلي على دايما المبادئ والاخلاق، وبره الملعب وجوه الملعب. من الاول حبيت الكوره من عندي 5 سنين، كنت دايما بلعب كوره كده في البيت عادي. بعديها خدت الخطوه ان شاء الله، ان انا خدت خطوه ان انا اروح النادي الاهلي في الاكاديميه ان شاء الله. بس اول ما خدت الخطوه كملت الحمد لله، وواحده واحده اول ما فريق اتعمل عندي 9 سنين الحمد لله اتقبلت، وساعتها انا مكمل. هو كان في مدربين كتير، حتى فيهم كابتن علي ماهر دلوقتي في سموحه، من اول برضه الناس اللي اختاروني في الناشئين. وكان في دايما مدربين كتير بتتغير، بس منهم زي كابتن عصام صلاح وحسام عباس وكابتن ياسر محمد، دول اللي انا بدات معاهم. هو في مدربين كتير، كل مدرب بيدي اللعيب حاجة جديدة، ودايما بتزود من شخصيته وقوته في الملعب وتديله خبرة جديدة، منهم زي كابتن مثلا حسام سراج، أحمد سراج في السنة دي، هو برضه من المدربين اللي مضاف حاجة جديدة، بتدي شخصية وقوة في الملعب وخلت تغيرت طريقة لعبي مختلفة. ببدأ الصبح بصحى بدري عشان المدرسة، بفطر واروح المدرسه، بعديها بمشي بدري عشان الحق النادي، بروح كده على الساعه 3 النادي، بجهز بروح النادي بتمرن، بعد التمرين برجع البيت بريح نفسي جسمي خالص عشان جسمي ميبقاش محمل. طبعا الواحد لازم يضحي وما ينفعش يخرج كتير، فلازم يفضل قاعد في البيت يريح، وبنام بس انا بنام بدري، بصحى الصبح وبعيد نفسي كل حاجه تاني. خميس النادي الاهلي تقيل جدا، ومش اي حد ينفع يلعب في النادي الاهلي، يعني لازم يكون عنده روح، لازم يكون عنده شخصيه، هو اللي لازم يبقى قائد في الملعب، لازم كل لعيب يبقى زي قائد في الملعب، بالذات كابتن الفريق هو اللي بيحرك الملعب، هو اللي بيبقى ماسك اللي حوالين، لازم يشيل كل اللعيبه اللي حواليه. طبعا مسؤوليه كبيره جدا لاي لعيب، طبعا بسبب ان لعيبه كتيره جدا مشهوره زي حسام غالي ولعيبه وحسام عاشور، خلت الشوط كده دي تقيله على اي حد يطلع، فلازم اللي يطلع لازم يبقى قدها. طبعا النادي الاهلي مربينا من واحنا صغيرين ما فيش حاجه اسمها تعادل، بالنسبه لنا التعادل هزيمه، فدايما الاول المركز الاول ده احنا ما بنقبلش غير المركز الاول، دايما اتربينا عليه من واحنا صغيرين، وان روح السلنه دي مش اي حد ينفع يلبسها، يكون عنده روح عاليه جدا وما يخسرش ويكاتل على كل كوره. يعني انا مثلا الاعلى محليا كابتن محمود ابو تريكه، بسبب ان هو جوه الملعب وبره الملعب دايما متكامل، وبره عالميا كابتن شافي. طبعا نفسي الاول اطلع الفيرست تيم واثبت نفسي، اخد كل البطولات الممكنه واعمل رصيد كبير جدا لنفسي، وابقى ليا تاريخ ان شاء الله كبير في النادي الاهلي.